خاطر اذا كان ما عندك شويه ثقافه ما تنجمش تكون عندك شخصيه قويه. مسألة بسيطة في الثقافة العامة خنشوفوا معناها الحكاية التونسية بسيطة بسيطة. وقتاش تقال التونس؟ عام عام برشا جانفيير نسيت والله لا نعرف. المنطلق الفكري بتاعنا في تطفيش الست دي لازم ينبع من احساس منعكس في الالتزام بقضايا معاصره لا يدرع مرسي وما حدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. قالت لك بقى مرسي لا ولا لقت لي من نفسك اضغفت يسموك يا انا اكس من كان استقال تونس 20 مارس 1956 وقتاش تم استعمارها تونس؟ ما نعرفش. علي النعمه انت تتكلم صح. هذوما الحاجات اللي هما نذكرهم شلي نحكي لا كولتور جينيرال دو تو لي جور. قداش عندنا من ولايه في تونس؟ 25. انت بالذات ما انتش فاهم لانك ما انتش قاعد كويس. 25 ولايه ما نعرفش. عندنا 24 وعندنا ولايه اسمها سيرين مزوز. الله يرحمك طهطاوي. وقتاش نحتفلوا بعيد المرأة؟ باش نقول لك حاجة والله بحق ما نعرفش التواريخ ما نذكرهم الجملة. عيد المرأة عيدكم انتم. باش نقول لك حاجة وأنا كنت نقرأ توسكي التواريخ توسكي حاجات هكا كلهم كنت نفسكيهم في يدي. الله يرحمك طهطاوي رفعها الطهطاوي وقاسم أمين وعلي مبارك وزكي جمعة والله ما يسالش فرانشمان معناها عيد المرأة تعرفوش؟ والله جو نسي با. يا جدعان حد يقول لها حاجة. تونس سامحني مريم معاش بنت. بالحق جو نسي با. سامح في تونس ما تعرفش عيد المرأة وقته؟ والله لا نعرف. واثقة من نفسيها مش واخد بالها. ما نذكرش بالحق ما نذكرش. تعرفش مهنة الطاهر الحداد؟ شي يخدم الطاهر الحداد؟ مهنة. الطاهر الحداد ينزل حي شكون وزير الثقافة الحالي يا سيدي؟ ما نعرفش. أنا نعرف شكون؟ اسمه بن علي في سنة الثقافة اللي تقابلنا بن علي يا متعلمة بتاعت المدارس ما تعرفش خولة ما تعرفش وقتاش قداش مرة فاز تونس بجايزة نوبل؟ أنت ما تعرفش زادة؟ والله ما تعرفش والله لأني ما قعدت بارسوليداريتي كنا ما نعرفوش ليه ما نعرفوش